بتعلق على ده. انا عايز يعني ايه اللي انت كنت بتقوله يعني ما الذي دار بينك وبين جمال وعلاء مبارك؟ الاستاذ جمال انا دخلت سلمت عليه وحضنته وقلت له الف مبروك، ورحت بص الاستاذ علاء برضه وقلت له الف مبروك، ايه الحوار اللي هيكون دار يعني؟ يعني كل الناس كانت في حاله مباركه، وسلمت على اللواء حبيب العدلي كمان، وعلى اللواء اسماعيل الشاعر، وعلى اللواء عدلي فايق، كل الساده اللواءات اللي موجودين انا اعرف معظمهم يعني. طيب هو احنا شايفينك وانت تلتقط صوره، انت بتهندس الصوره من تحت اهو كمان يعني وضارب بدله 100 100. هي هي على فكره خدت تصريح فين؟ طبعا خدت تصريح، انا اعلام يا فندم. طيب طيب في المقابل بقى يعني وانا بتكلم عن اخطاء هنا كمان من حقك زي ما انا قلت انه يحسب لك انك لم تتلو، لكن لا في استغلال واستثمار للموقف تحدثنا عنه بالامس، وانه ربما ده يكون في الانتخابات النيابيه القادمه انه يتم استثمار الحكم بحيث انه يعود نواب الوطني من جديد. يعني انت مش صوره بس، لا انت عاوز عودة نظام. بص يا باشا انا بتاع سيناريو اخواننا النشطاء والثوار حبوا الثورة، في منهم حبوا الثورة اكتر من مصر، حبوا جو الثورة وامنوا بيها ايمان ان الثورة اهم من اي شيء في الدنيا. ده خطأهم. الثورة وسيلة. خلصنا خلاص 25 يناير 2011. هو يقصد المظاهرات، هم حبوا المظاهرات، الحاله بتاعت الثوره والهيصه اللي كانت موجوده، اللي هي خلاص ما ينفعش دلوقتي في ظل وجود رئيس منتخب، رئيس عسكري، رئيس قوي، رئيس مشرف، رئيس بيطلع بره وبيخش جوه وبيحاول كمان. احنا مش عايزين نكهده، ما احنا عاوزين ولا احنا كمان نكهده كناس يعني. انا مش ممكن انزل بكره اعمل مظاهره وايد الرئيس مبارك، انا بحب الرئيس مبارك لكنه لن يعود، وانا اعلم انه لن يعود. فين تعملوا مظاهرات؟ فين المظاهرات دي؟ عندي باب المستشفى الناس بتروح تحييه. عملتوا مظاهره يوم ما خد المؤبد؟ لا انا مظاهره كنتوا بتعترضوا. انا ما عملتش كلام من ده، انا ما عملتش حاجه من دي. المهم ان والله ما اعرف حاجه عنها حتى. واخي افرض ما انتوا عملتوا مظاهرات كتير يعني.